يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستثناء في قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هل هو متصل أم منقطع، وما الفرق بينهما؟ متصل، ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون، لكن نريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله فقط. نعم.